يسن في الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، في الجنب أن ينام قبل أن يغتسل، لكن يسن له أن يتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما سئل أينام الجنب فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ، وفي رواية قال إذا شاء، فدل على أن الحكم للاستحباب وليس للوجوب. ومثله كما جاءت بذلك الأحاديث إذا أراد أن يأكل وهو جنب يسن له أن يتوضأ.